على الماشي مع الكابتن حيدر محمود. مرحبا ابو محمود. مرحبا بك اخويا حسين، تحياتي. المهاجم الذي اصبح افضل ظهير يمين بالعراق، ها؟ مهاجم كنت؟ اي مهاجم اخويا. وتقول وهاي؟ ثالث هداف دوري العراقي مع النفط. حلو. و3-2 من النفط، ما عاد ابراهيم ياسر ثم حيدر. ما حسيت بهيك باستغراب من رجعت من مهاجم الى ظهير يمين؟ لا بالعكس، اول شيء ممكن الثانيه ليبرو مساك بعدين ظهير يمين، يعني بالعكس لان هواي كان هواني كمهاجم، فمن لعبه مدافع هنا كان قبل كره القدم يعلمون المدربين طرق الدفاع في كل اشكاله وليس فقط المدافع، يعني المهاجم شلون يدافع. فمن خلال التجربه والخبره من المدربين الحمد لله. ظهير يمين مهم. عندك 22 هدف دولي مع المنتخب ومع الانديه ابطال اسيا الشرطه والزوراء والطلبه ايضا. رقم؟ اي نعم. يعني مهاجمين ربما بالمنتخب سنوات ما محققين هذا الرقم. صحيح. كابتن حيدر. صحيح. هاي الحس التهديف في فترة تدريب؟ اكو فترة هي واكو تدريب، يعني تدريب خلال قلت لك المدربين يدربونا كنا ندرب على اسلوب او تكتيك او ضربات ثابتة لمدة اسبوع، احنا يعني من خلالها يعني قدرنا يعني نكسب هاي الثقة يعني لدى المدربين ونترجمها بالاهداف. خليفتك بالملاعب منه؟ مو انا احدد والله، هي زحمه. تبرع من الاشياء غرور. قل لي فلان خوش لاعب خليفتي، لو تقول لي ماكو. اكو لاعبين بس ما وصل، يعني هسه قلت لك اكو لاعب احمد عبد الحسين الولد ابو النجف، لاعب امكانيه، لاعب رشحت ورغم استدعى الى مع كاتنش لاعب يمكن 16 دقيقه بعد، وخلال لقائي مع بيتروفيتش رشحته له ودز عليه بس هو مصاب، وهسه رجع بده يلعب الدوري. يعني انا اشوف هذا اللاعب عنده ميزه الربط الهجوم والدفاع، بس يحتاج شويه واحد المدرب يجي الوقفه صحيحه. شنو طموحك كابتن حيدر؟ طموح شخصي طبعا، امنيتك وين تريد توصل؟ وين تريد توصل؟ يعني هي امنيه كل مدرب ان يدرب بالمنتخبات الوطنيه، يعني يمكن اللاعب الوحيد رغم تاريخي العريق هاي الوحيد يمكن من الاحتراف لحد الان ما استلمت اي مهمه على حساب بقيه اللاعبين اللي استلموا والمدربين نقول. فاتمنى يعني اكون ضمن كادر تدريبي للمنتخب الوطني. منو اصلا؟ اذا فكروا. ان شاء الله يفكرون، كل مدرب من حقه ياخذ فرصه. منو الاصعب، العمل الفني كمدرب بالعراق لو بالاداره؟ الاصعب هسه المدرب. ليش رحت للاصعب لا؟ ليش ما رحت بالاداره مثلا؟ زحمه، انا عمل فني يعني، ورغم اني يعني اعوذ بكلمه ثانيه، انا مدرب، انا اداري، انا مدرب، انا طبيب نفسي. هاي وين عشتها؟ وين بيا نادي؟ عشتها بكربلاء، مع كربلاء وبالزهراء من دربت العفو زاخو؟ لا زاخو، زاخو هم عملت ايضا مدرب ومساعد مدرب. سليمانية ايضا من دربت. تدريب متعب شاق كابتن، لانه مستقبلك ومصيرك بيدعش لاعب مو بيدك، مثل ما كنت انت لاعب بالملعب انت تقرر نفسك ومصيرك بمستواك. اكيد صحيح، بس هو كل مدرب يعرف شلون يحتضن اللاعبين ويعتبرهم كعائله او اولاده، ويعرف شلون يتعامل ويا الصغير والكبير. لا تكون انت جدا يعني دكتاتوري ومتسلط، ولا تكون انت في مره يعني مسلمه او متواضع، فدام شي تكون قريب يعني على اللاعبين. واتمنى على كل مدرب، يعني اكو عندنا مدربين قريبين على اللاعبين، وهي هاي مثل ما احنا عشناها مع المدربين عدنان حمد وكرم سلمان وانور وجميع المدربين يدربونا، كانت علاقتنا وديه موجوده ونجالس بيناتهم. هسه لا ما اشوفها، بالعكس الخلل هو مو من المدرب انما باللاعبين. الان اللاعب ما يتقبل المدرب مثلا مو يسلط عليه وانما ينطيه واجب او يحاسب على شيء ما يتقبل، يمكن هسه لاعبين ثلاثه اذا اتفقوا على مدرب يخرجوه، وده شوف هسه بالانديه عندنا اللي صارت للاسف يعني. ايش تتمنى المحمود ان يكون لاعب كره قدم؟ اي اكيد ودا اشجع المحمود. ويا نادي يمثل؟ طلع على ابوه يعني هم برشلوني. برشلونه برشلونه، ورغم يحب كريستيانو يعني بس درس بس هو برشلوني. شكرا جزيلا كابتن.